القصة اسمها لا أنام. لم أكن يوما أنوي أن أجلس لأكتب هذه المذكرات، لأنني وبصراحة شديدة كنت أرى موضوع كتابة المذكرات هذا نوع من أنواع الفراغ الشديد. كنت أراها لا يقوم بكتابتها إلا من هم يعانون من الوحدة أو يعانون من تجارب الحب الفاشلة، ولكني أيقنت الآن أنها شيء مهم جدا، وخصوصا لو كنت مررت بتجربة مثل التي مررت بها. من أنا؟ أنا المواطن المصري سمير منصور. ما يمكنني أن أحكيه لكم الآن هو مجموعة من الذكريات المشوهة والتي لا أذكر جميع تفاصيلها. أذكر أنني كنت أعاني من ضيق في أحد شرايين القلب وارتفاع مزمن في ضغط الدم، وكنت أتناول العقاقير بدون توقف حتى أصبحت أتناولها كالطفل الذي يتناول الحلويات دون أن يشبع منها. كنت دوما على يقين أنني سأصاب بنوبة قلبية وأنني سأموت بين لحظة وأخرى. عدت في يوم الثلاثاء المشؤوم، كان الموافق 6 سبتمبر، من عملي مبكرا، وانشغلت طوال الطريق بإجراء العديد من المكالمات للعديد من الأصدقاء الجدد والقدماء. إلى أن اقتربت من المنزل فوجدت نفسي دون تفكير أطلب من السائق أن يذهب بي إلى منزل أمي. صدقوني لا أعرف لماذا طلبت ذلك. كل ما أتذكره أنني حينما نظرت إلى العمارة التي أسكن فيها خيل إلي أنها أشبه بالقبر. فزعت من شكل العمارة ووصلت إلى منزل أمي، ودون وعي وجدت نفسي ألقي بنفسي بين ذراعيها. ظللت أقبل يد أمي وقدميها ووجنتيها ووجدتها تبكي في الحقيقة. لم أسألها حتى لماذا تبكين، ولكني دخلت في صمت إلى غرفة نومي القديمة وألقيت بجسدي المنهك على السرير، وبدأت ضربات قلبي تتسارع بصورة شديدة، وشعرت أن هنالك ضوء شديد يغمر الغرفة، إنه ضوء مجهول المصدر، ضوء أشعرني بخوف لم أشعر به من قبل. بدأ الضوء يظهر منه مجموعة متداخلة من الأجسام، حاولت أن أدقق فيها النظر لأدرك ما هي، ولكنني شعرت بأنني في حاجة ملحة إلى النوم الشديد والعميق. وبالفعل نمت. لا أستطيع أن أجزم كم نمت من الوقت وما المدة التي استغرقتها في النوم، ولكني استيقظت على هذا. إنها صرخة مفزعة، فإذا بي أجد نفسي واقفا أنظر إلى سريري وأمي وأخوتي في حالة هستيرية من الصراخ والعويل. فأدركت حينها الفاجعة، لقد توفي والدي. لا أعلم ماذا حدث له وكيف مات وكيف ظللت نائما وأبي يموت. بدأت أبكي أنا أيضا، ولكن لم يلتفت أحد منهم إلي، فتوجهت إلى جثمان أبي كي أراه. وكانت المشاعر ممزوجة ما بين الحزن والرعب والخوف، ولكنني لم أتوقع أبدا أن الرعب سيكون لهذه الدرجة، لأنني حينما نظرت إلى جثمان أبي لم أجد أبي، ولكنني وجدت نفسي. تراجعت في رعب شديد من منظري وأنا جثة هامدة شاحبة لا أثار للحياة على ملامحي. كيف هذا؟ صرخت وبدأت أصرخ وأصرخ وأحاول أن أمسك الجميع، ولكن يدي كانت تخترقهم وكأنني شفاف. إني أرى الآن أمي تموت أمام عيني ولا أستطيع أن أتحدث إليها. هل هذا حقا؟
هل ما رأيته في الأفلام من قبل ذلك يحدث معي؟ هل أنا مجرد روح تشاهد جسدها للحظات الأخيرة؟ يا رب أيقظني من هذا الكابوس اللعين. ومن هؤلاء الرجال الذين دخلوا لإخلاء الغرفة ويحملون معهم بعض الآنية؟ من هؤلاء وأحدهم يقرأ القرآن الكريم؟ وإذا بأحدهم يردد: الله يرحمه، كان شاب محترم، كان ملتزم، بس مشكلته إنه ما كانش بر بأهله، مع إن الكل بيحبه، بس كان مقاطع أهله لمدة طويلة. وبدأ يردد بعض الآيات القرآنية، وكنت لا أريد أن أستمع إليها ولا أريد أن أرى ما يحدث. إنني حقا ميت الآن. ظللت أصرخ وأصرخ وأصرخ، ولكن لا جدوى، لن يستمع إلي أحد. إنني الآن ميت. انهارت وجلست في أحد أركان الغرفة أبكي وأنا مرعوب، ولكن لم ينظر إلي أحد. والسؤال: هل سأظل هكذا أم سيحدث مثلما نرى في الأفلام، وستأتي المخلوقات السوداء أو البيضاء لأخذي لأرض النهاية؟ هل حقا هذا هو الموت؟ لطالما تساءلت ما شعور المتوفى والميت، وها أنا الآن أجربه وأعيش بنفسي. كلا، لا يمكنني أن أقول أعيش، فهذه الكلمة غير مناسبة بالمرة. وحدث ما لم أريد أن أراه. لقد حانت اللحظات الأخيرة، وبدأ الجميع يردد الآيات القرآنية، وحانت لحظة خروجي من المنزل، وأنا أسمع البعض يردد: صلاة الجنازة فين؟ العزاء هيكون فين؟ وأمي تصرخ: ابني سيدفن بجوار خاله. هل تتخيلون معي؟ هل تتخيل لو كنت مكاني؟ لم أكن أدرك أنه من الممكن أن أفقد الوعي وأنا في هذه الحالة أيضا. لم أكن متوقع أن لمثل حالتي يمكن أن يفقد الوعي، ولكني فقدت الوعي من هول هذا المنظر. وعدت مرة أخرى لأجد الجميع يسيرون حاملين ذلك الصندوق الخشبي المرعب على أكتافهم. أين أنا؟ أنا أمشي الآن في وسط جموع من الأهل والأصدقاء يحملون على أكتافهم جثمان لشخص أعرفه. إنه جثماني أنا. الأقارب الباكين والأصدقاء على فراقي لم أكن أريد أن أنظر في وجوههم. هل تتخيلون؟ هل تتخيل إذا وضعت في هذا الموقف؟ أمي لم تستطع قدميها أن تحملها، فظلت بالسيارة لا تنطق، وإخوتي من حولها كانوا يقولون لها: يا ماما هو محتاج دعائك دلوقتي، ادعي له بالثبات، ادعي له يا ماما، دعواتك أكتر دعوات هتوصل لي، سامحيه، هو غلط في حقك كتير. مشهد أمي هو مشهد الأم التي تشهد وفاة ابنها، مشهد لا يحتمل إنسان. إنني أريد العودة، أريد العودة يا رب إلى الحياة، كي أنتظم في الصلاة، كي أبر أمي وأبي، كي أتصدق، كي أعمل صالحا. يا رب أرجاني مرة أخرى. بدأ الصراخ يعلو والبكاء يشتد، ومسكينة هي أمي، فقدت الوعي حينما أدركت أنها النهاية وسيواري جسد ابنها التراب. بدأ الجميع يفسحون المجال لمن يحملوني كي يدخلون بي إلى القبر، ولم أستطع أن أتمالك نفسي، فبدأت أصرخ أنا أيضا وأنا أسمع الدعاء يردد من أجلي: اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. يا رب إذا كان هذا الموت فأنا لا أحتمله، لا أستطيع أن أحتمله، يا رب ارحمني من هذا العذاب. وعالت صرخاتي وصرخات الموجودين وأنا أردد كلمة واحدة: يا رب يا رب. وظللت أصرخ وأصرخ وأصرخ وأردد يا رب لمرات طويلة، وفجأة
توقف كل شيء. صمت رهيب، ظلام دامس، ووجدتني أفتح عيناي لأكتشف ما هذا الشعور. إنه شعور المستيقظ من النوم، لقد جربته مرارا وتكرارا. اكتشفت في أقل من الثانية أنه كان كابوسا. هل لم أمت حقا؟ أكان هذا كابوس مروع بسبب وجبة دسمة؟ إنني حي، الحمد لله، إنني حي أرزق. ولكن لماذا هذه الظلمة؟ ما هذا الظلام الحالك الذي من حولي؟ حاولت أن أنهض مرارا وتكرارا، ولكن دون جدوى. حاولت مرة وثانية وثالثة، ولكن دون جدوى. قدماي شبه مشلولتان، وجسدي لا أقوى على تحريكه. أشعر أنني ملفوف بشيء ما. ما هذا؟ أين أنا؟ أردت أن أصرخ فلم يخرج صوتي. يداي تلمسان شيء أشبه بالرمال الخشنة، وأشتم رائحة غريبة. هل هي رائحة الموت؟ هل لم يكن كابوس؟ هل إنني مت فعلا وأنا الآن بداخل القبر؟ أم أنني دفنت حيا؟ وإن كنت مت، هل يأتون لحسابي الآن؟ حاولت أن أصرخ فلم تصدر صرخاتي في المرة الأولى والثانية والثالثة. استمرت المحاولات، وإذا بي يخرج صوتي لأول مرة، وظللت أصرخ وأصرخ وأصرخ إلى أن غمر المكان ذلك الضوء المرعب والذي رأيته من قبل، وظهرت نفس الأجسام المبهمة وهي تقترب مني. تتضح معالم هؤلاء. إنها أمي وإخوتي ومجموعة من الأطباء. إنها أمي بدموعها المعهودة تقبل يدي وجبيني، وكل ما تردد على لسانها: حمد الله على سلامتك يا ابني، حمد الله على سلامتك يا حبيبي، يا رب بحمدك يا رب إنك رضيت فيا الحياة من تاني. حاولت أن أستفهم، ولكن صوتي رفض أن يخرج من جديد وشل تفكيري. ولكن وجدت الطبيب يتبسم ويقول: حمد الله على سلامتك يا بطل، ما تبقاش تاخد العلاج عمال على بطال، بقالك أسبوعين في غيبوبة يا أخي، لانت رحت منا ورجعت يجي كام مرة اليومين دول؟ ده الحاجة هنا ما سابتكش ولا لحظة، كانت بتبات جنبك هنا على الأرض. وهنا بدأت أشعر أنني عدت إلى عالمكم من جديد. منذ هذه اللحظة وأنا أتناول العلاج بانتظام مرعب، ومنذ هذه اللحظة وأنا أحب أمي وأطيعها مثلما قال ربي، ومنذ هذه اللحظة وأنا أنام وأنا عيناي مفتوحتان، ومنذ هذه اللحظة وأنا أنام ونور البيت كله مضاء، منذ هذه اللحظة وتقريبا لا أنام. دعواتك أكتر دعواتها توصل لي. سامحيه،
هو غلط في حقك كتير. مشهد أمي هو مشهد الأم التي تشهد وفاة ابنها، مشهد لا يحتمل إنسان. إنني أريد العودة، أريد العودة يا رب إلى الحياة، كي أنتظم في الصلاة، كي أبر أمي وأبي، كي أتصدق، كي أعمل صالحا. يا رب أرجاني مرة أخرى. بدأ الصراخ يعلو والبكاء يشتد، ومسكينة هي أمي فقدت الوعي حينما أدركت أنها النهاية وسيواري جسد ابنها التراب. بدأ الجميع يفسحون المجال لمن يحملوني كي يدخلون بي إلى القبر، ولم أستطع أن أتمالك نفسي، فبدأت أصرخ أنا أيضا وأنا أسمع الدعاء يردد من أجلي: اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. يا رب إذا كان هذا الموت فأنا لا أحتمله، لا أستطيع أن أحتمله، يا رب ارحمني من هذا العذاب. وعالت صرخاتي وصرخات الموجودين وأنا أردد كلمة واحدة: يا رب يا رب. وظللت أصرخ وأصرخ وأصرخ وأردد يا رب لمرات طويلة، وفجأة توقف كل شيء. صمت رهيب، ظلام دامس، ووجدتني أفتح عيناي لأكتشف ما هذا الشعور. إنه شعور المستيقظ من النوم، لقد جربته مرارا وتكرارا. اكتشفت في أقل من الثانية أنه كان كابوسا. هل لم أمت حقا؟ أكان هذا كابوس مروع بسبب وجبة دسمة؟ إنني حي، الحمد لله، إنني حي أرزق. ولكن لماذا هذه الظلمة؟ ما هذا الظلام الحالك الذي من حولي؟ حاولت أن أنهض مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى. حاولت مرة وثانية وثالثة ولكن دون جدوى. قدماي شبه مشلولتان وجسدي لا أقوى على تحريكه. أشعر أنني ملفوف بشيء ما. ما هذا؟ أين أنا؟ أردت أن أصرخ فلم يخرج صوتي. يداي تلمسان شيء أشبه بالرمال الخشنة وأشتم رائحة غريبة. هل هي رائحة الموت؟ هل لم يكن كابوس؟ هل إنني مت فعلا وأنا الآن بداخل القبر؟ أم أنني دفنت حيا؟ وإن كنت مت هل يأتون لحسابي الآن؟ حاولت أن أصرخ فلم تصدر صرخاتي في المرة الأولى والثانية والثالثة. استمرت المحاولات وإذا بي يخرج صوتي لأول مرة، وظللت أصرخ وأصرخ وأصرخ إلى أن غمر المكان ذلك الضوء المرعب والذي رأيته من قبل، وظهرت نفس الأجسام المبهمة وهي تقترب مني. بدأت تتضح معالم هؤلاء. إنها أمي وإخوتي ومجموعة من الأطباء. إنها أمي بدموعها المعهودة تقبل يدي وجبيني
وكل ما تردد على لسانها: الحمد لله على سلامتك يا ابني، الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، يا رب بحمدك يا رب انك رديت فيا الحياة من تاني. حاولت ان استفهم، ولكن صوتي رفض ان يخرج من جديد وشل تفكيري، ولكن وجدت الطبيب يتبسم ويقول: الحمد لله على سلامتك يا بطل، ما تبقاش تاخد العلاج عمال على بطال، بقالك اسبوعين في غيبوبة يا اخي، ده انت رحت منا ورجعت يجي كام مرة اليومين دول؟ ده الحاجة هنا ما سابتكش ولا لحظة، كانت بتبات جنبك هنا على الأرض. وهنا بدأت أشعر أنني عدت إلى عالمكم من جديد منذ هذه اللحظة، وأنا أتناول العلاج بانتظام مرعب. ومنذ هذه اللحظة وأنا أحب أمي وأطيعها مثلما قال ربي. ومنذ هذه اللحظة وأنا أنام وأنا عيناي مفتوحتان. ومنذ هذه اللحظة وأنا أنام ونور البيت كله مضاء. منذ هذه اللحظة وتقريبا لا أنام. يخرج صوتي لأول مرة، وظللت أصرخ وأصرخ وأصرخ إلى أن غمر المكان ذلك الضوء المرعب والذي رأيته من قبل، وظهرت نفس الأجسام المبهمة وهي تقترب مني. بدأت تتضح معالم هؤلاء، إنها أمي وإخوتي ومجموعة من الأطباء، إنها أمي بدموعها المعهودة تقبل يدي وجبيني، وكل ما تردد على لسانها: الحمد لله على سلامتك يا ابني، الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، يا رب بحمدك يا رب إنك رديت فيا الحياة من تاني. حاولت أن أستفهم، ولكن صوتي رفض أن يخرج من جديد وشل تفكيري، ولكن وجدت الطبيب يتبسم ويقول: الحمد لله على سلامتك يا بطل، ما تبقاش تاخد العلاج عمال على بطال، بقالك اسبوعين في غيبوبة يا اخي، ده انت رحت منا ورجعت يجي كام مرة اليومين دول؟ ده الحاجة هنا ما سابتكش ولا لحظة، كانت بتبات جنبك هنا على الارض. وهنا بدأت اشعر انني عدت الى عالمكم من جديد منذ هذه اللحظة، وأنا أتناول العلاج بانتظام مرعب. ومنذ هذه اللحظة وأنا أحب أمي وأطيعها مثلما قال ربي. ومنذ هذه اللحظة وأنا أنام وأنا عيناي مفتوحتان. ومنذ هذه اللحظة وأنا أنام ونور البيت كله مضاء. منذ هذه اللحظة وتقريبا لا أنام. وجدت الطبيب يتبسم ويقول: الحمد لله على سلامتك يا بطل، ما تبقاش تاخد العلاج عمال على بطال، بقالك اسبوعين في غيبوبة يا اخي، ده انت رحت منا ورجعت يجي كام مرة اليومين دول؟ ده الحاجة هنا ما سابتكش ولا لحظة، كانت بتبات جنبك هنا على الارض. وهنا بدأت اشعر انني عدت الى عالمكم من جديد
منذ هذه اللحظة وأنا أتناول العلاج بانتظام مرعب، ومنذ هذه اللحظة وأنا أحب أمي وأطيعها مثلما قال ربي، ومنذ هذه اللحظة وأنا أنام وأنا عيناي مفتوحتان، ومنذ هذه اللحظة وأنا أنام ونور البيت كله مضاء، منذ هذه اللحظة وتقريبا لا أنام. مفتوحتان، ومنذ هذه اللحظة وأنا أنام ونور البيت كله مضاء، منذ هذه اللحظة وتقريبا لا أنام.